قضية البذور الزيتية تدخل في إطار توجه الاستراتيجي تاع الدولة، فلسفة جديدة اللي داخلة في الأمن الغذائي، اللي داخلة في لوتو سوفيزونس تاع البلاد، إلى جانب القمح، قضية القمح، إلى جانب كومون ابيل سا لي ليغيوم ساك، الحبوب الجافة، الحبوب الجافة، قضية الحليب، كلها شعب، كلها شعب. نعم، الزيت والسكر. اليوم لك التكلفة تاعها كبيرة. احنا المواطن الجزائري كان قلت لك يكونسومي الزيت ويشريها بثمن يعني غالي مهما دعم الدولة، وزيد شوف لا دوفيز اللي كانت تكلفنا. اليوم الفلسفة اللي دارتها ورقة الطريق تاع الدولة ان خلاص عينا من الاحتكارات، انت 30 سنة وحنا نجيبوا الزيت ونعلبوها، عملية اون رافين تري سامبلومون، نعلبوها ونبيعوها. 30 سنة عندك لوكازيون باش تشري تكنولوجيا، باش تشري باش تستثمر، باش تولي تنتج هنا الزيت الخام، المواد الخام تاع الزيت، تنتج هنا لا ماتيير بريمير، تعمل الفلاحة، يعني تفيد الفلاحة، تفيد الفلاحين، تفيد تربية المواشي. لماذا؟ كما قال لك الأستاذ، لأن الحبوب اليوم لا غرسناها هنا، كولزا كانت اون اكسبيريونس في بويرة عندها عامين، زراعة الكولزا، تورنوسول، شيء ممكن كاش يقولوا له بالعربية تورنوسول، عباد الشمس. وعباد الشمس يقول لك واعر باش يستثمروا فيه في الجزائر، لا، هي في الخمسينات وفي الأربعينات، يعني المستعمر كان دارت تجربة في الجزائر وفي البلدان المجاورة، دونك سي بوسيبل. اليوم بعد سنوات طويلة من الخواص حتى الشركة الأممية كانت تستورد الا الاستيراد تاع الزيت وتكررها، يعني اليوم حان الاوان ان يعني نتحكموا في لا تكنولوجي جديده تاع نغرسوا هنا البذور ونديروا لا تريتوراسيون هنا. هاوليك المغزى، هاوليك الهدف اللي استراتوا الفلسفه جديده تاع الدوله. راك تشوف بلي جا الوقت، 20 سنه وانت تربح، جا الوقت تعلم، جا الوقت نكسروا الاحتكار، و20 سنه وانت تربح وحدك. اليوم الفلسفه جديده تقول لك لازم تفيد نفسك كمتعامل اقتصادي اللي عنده دوله عطات له امتيازات على شكل يعني ديزافونتاج فيسكو دواني وكذا. اليوم كان فيه نوع من الاحتكار، كان فيه احتكار كبير، كان قلت لك احنا السياسه اضرب الاقتصاد الوطني، هذا الاحتكار يا بدي السياسه القديمه قلت لك خلقت اصحاب الثروه، ما خلقتش ثروه. اليوم رانا نخلقوا في الثروه وتوزيع الثروه للمواطن، المواطن راح يستفاد. دوك الزيت كي رجعناها جزائريه، كي هذه بدايه راح نرجعوها جزائريه 100%، المواطن يستنى ان السعر يستفاد به، يعني السعر يستفاد منه لا كاليتي السعر، ويعرف واش هو يستهلك. زيد الفلاح يستفاد لانه من تحويل هذه البذور، سحق البذور راح يبدلك ماده اللي يستغلها الفلاح لتربيه المواشي، الممولين يسحقوها لتربيه المواشي. نعم. نربحوا دي زيكونومي دو دوفيز، نربحوا نعرفوا واش رانا ناكلوا واش رانا نستهلكوا، ونتحكموا في امر يعني في تكنولوجي كي دوموندي مونديالمون. شوف لا كريز تاع لوكران وروسيا، شوف التهبت يعني اسعار تاع الزيوت، شعلت فيهم النار في العالم. اليوم راح تكون عندك استقلاليه استراتيجيه في هذا الميدان، وهذه ورقه طارق الدوله، ما راهي ورقه طارق لا مستثمر عمومي لا مستثمر خاص، لان انت 30 سنه وانت عندك خطه للدوله الجزائريه، خطه تاع الدوله، ما عندكش الحق انت اليوم كمستثمر تدير سياسه اقتصاديه وحدك وكيما تحب. طيب. لازم يستفاد معك المواطن، تستفاد معك خزينه الدوله، وتستفاد انت. حبيت جوست نكمل لك حاجه. تفضل. اليوم ما عندك حتى مبرر باش تكمل غير في الاستيراد، هاي الفلسفه جديده. اذا حبيت تحصل على لا دوفيز تاع الدوله، تحصل على العمله صعبه تاع الدوله، لازم تولي لي بلي انك رايح تنتج لصالح السوق الداخلي اولا.